تصفيات تأهيلية لدور أوروبا ليج في فيليم الهولندي نادي فيليم الهولندي غلاسكو رانجرز الاسكتلندي يفوز بأربع أهداف لصفر خارج ميدانه. شنا كيفاش الأهداف وين بدات؟ شنا كيفاش غلاسكو رانجرز اللي دخل بخطة 4-4-2، شنا فيليم 2 الهولندي اللي دخل بخطة 4-3-3. شنا كيفاش وين بدات مسلسل الاهداف وين جيمس الذي سجل عن طريق ضربة جزاء، راين كينت اللي سجل في الدقيقة 25، فيليب اللي سجل كذلك في الدقيقة 55، فيليب يعود ويسجل الهدف الرابع والثاني له شخصيا لغلاسكو رانجرز في الدقيقة 71. يعني كانت مباراة شيقة، مباراة اللي شاهدنا فيها أهداف، مباراة اللي شاهدنا فيها ضغط من جانب غلاسكو رانجرز أمام فيليم دو الهولندي اللي نقولوا بلي ما قد لعب بصح ما قدم والو لعب، لكن غلاسكو رانجرز كان واقعي وين عرف يسجل أهداف، عرف وين شنا كيفاش سجل أهداف، عرف يحافظ وين الشوط الأول اللي خرج فائز بهدفين لصفر، الشوط الثاني شنا كذلك وين أضاف هدفين، وين نقولوا بلي مايكل من جانب فيليم هولندي وين ضيع هدف في الدقيقة 30، نقولوا ضيع هدف التقليص في الدقيقة 30. يعني نقولوا بلي المباراة اليوم وين كانت في جانب واحد، وين غلاسكو رانجرز اللي شاهدنا كيفاش كانت من جهة واحدة، وين نقولوا بلي فيليم دو الهولندي الشوط أول لعب من أجل التسجيل لكن بدون جدوى، شنا الشوط الثاني غلاسكو رانجرز وين سيطر وسجل أهداف في أوقات حساسة، وين نقولوا بلي سجل في 55 في الشوط الثاني يعني وقت حساس، شنا وين فيليم دو الهولندي وين رمى بكل ثقله من أجل التقليص من أجل محاولة، لكن فيليب هيناندور اللي سجل الهدف الرابع الثالث أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 71 وين قتل أحلام هذا النادي الهولندي، وين نقولوا للنادي الهولندي امام غلاسكو رانجرز اللي عنده خبره كبيره دائما وين يذهب الادوار المتقدمه، دائما وين يلعب من اجل الالقاب في اسكتلندا. يعني نقولوا اليوم فاز بالاداء والنتيجه في هذه المباراه، مباراه اللي كانت نقولوا بلي كانت شيقه من جانب غلاسكو رانجرز وين شاهدنا فيها 4 ساعه شاهدت الاهداف، شاهدنا الاهداف وين شنا كانت مباراة غلاسكو رانجرز هو اللي كان مسيطر في هذه المباراة بالمستوى بالأداء الراقي جدا، وين ما عطاش ولا فرصة لنادي فيليم دو الهولندي، ما عطاش ولا فرصة من أجل التحرك أو تسجيل أهداف. هذه هي التصفيات التأهيلية الثالثة أوروبا ليج، فيليم دو الهولندي ينهزم أمام غلاسكو رانجرز بالأداء والنتيجة. صحيتو.